السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل دلوقتي السامبل بروجكت بتاعنا السبيسز 001. الاسم السكوير فيت عندنا، احنا ممكن مش كده ونختار الداتا بتاعتنا بالمنظر ده كده. نيو ديفولت سبيس، اسم السبيس 001، السكوير فيت بتاعنا 990 سكوير فيت، الهايت بتاعنا 10.8. الهايت ده بندخله الافريج سيلينج هايت. لو انت عندك كذا ليفل للسقف بتدخل متوسط، لو انت عندك سقف ساقط بتدخل الارتفاع من الارض للسقف الساقط. طبعا احنا هنا ما عندناش سقف ساقط، عشان كده دخلنا الارتفاع اللي عندنا ده كله. البيلدينج ويت، طبعا لو انت عندك المبنى حوايطه معظمها ازاز فهيبتدي يخف شويه البيلدينج ويت عن كده، ولكن عندنا العمليه عكسيه، معظم حوائط المبنى في ازاز موجود وشبابيك وكل حاجه، ولكن الحوائط برضو كتير وتقيله. طيب فهنسيبها القيمه الوسطيه اللي هي 70. بعد كده هنعرف الفنتريشن بتاعتنا هتكون على اساس ايه. هندور على الغرفة بتاعة البرودكشن، نختار الوير هاوس. هو خلاص نفس القصة، طبعا الوير هاوس بيكون فيه برودكشن، بيكون فيه تخزين، ممكن يكون فيه أي حاجة. تمام، اي هو اوريدي بيختار بقى ال CFM بير بيرسون و ال CFM لكل سكوير فيت. خش على قائمة internal ونعرف عندنا اول حاجة الحمل بتاع الاضاءة. طبعا الاضاءة عندنا فري هانجنج، لان احنا ما عندناش هنا ايه سقف ساقط. طيب الواتج بتاع الاضاءه اللي بالواط لكل سكوير فيت، طبعا لو انت عندك الحمل ده بدقه مهندس كهرباء خلاص تمام. لو ما عندكش الكلام دوت فهتضطر ان انت تجيبه من اشري الواط لكل سكوير فيت على حسب الابليكيشن. ممكن تمشي الوركشوب اللي هي 1.59، بس ندور برضه تاني يمكن نلاقي حاجة أدق شوية. في عندنا هنا في المانيفاكتشرنج ديتيلد مانيفاكتشرنج 1.29، دي تعتبر رقم كويس. نختار هنا 1.29 الوات لكل سكوير فيت، طبعا عشان نتأكد من الوحدة الوات لكل سكوير فيت. الكلام ده من أشري نون ريزيدنشال كولينج اند هيتنج لود كولكوليشن في الفاندمنتال، الجزء بتاع الفاندمنتالز. هنتكلم إن شاء الله في فيديوهات تانية عن إزاي تخش على أشري وتدور على الحاجة اللي أنت عايزها بالظبط. طيب هنكمل دلوقتي. دلوقتي انت محتاج بعد ما عرفت الوات لكل سكوير فيت انك تحدد هل انت في بالاست ملتبلاير ولا في محول او ترانس في اللومبر. لا، لو في يبقى 1.25، لو ما فيش تفضل واحد زي ما هي. هنفترض اسوأ الظروف لما نكون مش عارفين
تبقى 1.25. طيب السكادول لازم نعمل سكادول لللايتنج او جدول عمل. فالسكادول هنعرف سامبل سكادول ونخش على الاورلي بروفايل ونختار واحد، ومش هيفرق معانا اي تغيير للساعات على مدار اليوم او للاستهلاك او نسبة الاستهلاك او نسبة العمل على مدار اليوم للاضاءة، لان احنا بنحسب على البيك دايما وما بنهتمش دلوقتي بالقسم التاني من الهاب اللي هو خاص بالطاقة والكونسومشن بتاعها. فهنقول له اوكي تمام. طيب بعد كده نخش على التاسك لايتنج الكتريكال اكويبمنت. زي ما قلنا انا مش هتكلم عن اي احمال اضافية جوه المكان، لان هي كلها احمال خاصة جدا، لانه مكان خاص جدا فلازم تاخد الداتا بتاعته من الاونر. هنفترض ان هو مفيش الكلام ده خالص، مفيش مكان عندنا، ومش هنحط اي حاجة. طيب عدد الاشخاص اللي عندنا، نرجع بقى تاني للداتا اللي احنا مدخلينها، 20 شخص. طيب ال20 شخص دول هيكونوا شغالين ازاي؟ طبعا ميديا مورك، لان هم شغالين في مصنع. طيب بعد كده عندنا السكادول بتاعهم برضو، هو السامبل سكادول، لان احنا ايه زي ما قلنا بنختار على الماكسيم. الوولز والويندو نعرف عندنا الوولز، عندنا وول في اتجاه الساوث، المساحة بتاعتها 450 سكوير فيت. هل فيها شبابيك؟ ايوه فيها شباك بالقيمة رقم. مساحته 60 سكوير فيت. خد بالك وافتكر ان احنا كنا معرفين الشباك دوت بواحد في 1 فيت، فهنا ممكن تدخل الاريا وليست الكوانتيتي. دي احد الطرق طالما انواع الشبابيك كلها واحد. طيب الوول اللي عندنا بعد كده في اتجاه الويست، الاريا بتاعتها 1000 سكوير فيت. طبعا هو بيطرح المساحة بتاعت الشباك من الحيطة، مش فيش داعي ان انت تدخل مساحة الحيطة مطروح من الشباك هنا. مساحة الويندو اللي فيها 175 سكوير فيت. هل في دور؟ ايوه. طب انهي دور بقى نخش؟ ده دور انسايد ولا اوتسايد؟ طبعا دي وول اكسبوجر، يبقى لازم تكون اوتسايد. طيب الكوانتي بتاعت الدور اللي عندنا ايه؟ احنا طبعا دخلنا هناك مساحة الدور، فهنا عندنا باب واحد تمام. طيب الروف والسكاي لايت، ما عندناش لا روف ولا سكاي لايت، لان احنا في الدور الارضي وفوقينا دور زي ما قلنا. الانفلتريشن قلنا بنهمل الكلام دوت الا لما يكون في قيم كبيرة ليها تأثير كبير علينا. الفلور عندنا above unconditioned space. طيب الجروس اريا بتاعتها خلاص هي هي نفس المساحة، مش اقل من كده. طيب التوتال يو فاليو بتاعت الكلام ده نجيبها منين بقى؟ هندوس اوكي ونروح نفتكر نجيبها ازاي. اهي كانت جوه الروف، وعرفنا حاجة اسمها الروف بارتيشن، فاليو بتاعتها 0.267 0.267. بوينت 2.67. طيب درجات الحرارة، قلنا درجة حرارة البارتيشن بتكون أقل من القيمة الخارجية بخمس درجات لعشر درجات، 5 درجات لـ10 درجات. أنا هاخدها هنا بخمس درجات فقط. ليه؟ علشان ال الأمبيانت ات سبيس ماكسيمم تمبريتشر، درجة الحرارة الخارجية 105. علشان انا اخدها ليه بمية؟ عشان ده مصنع وارد يكون فيه ديسيبيشن عالي جدا من المكان والكلام ده. الان كونديشن سبيس مينيمم تمبريتشر طبعا هي توصل ل 75، ومالناش دعوة بالشدة والكلام ده. طيب نخش بعد كده على البارتيشنز.
طيب عندنا البارتيشنز اللي عندنا، اول حاجه الوول بارتيشن وبعدين السيلينج بارتيشن. خلينا نعرف الاول السيلينج بارتيشن. السيلينج بارتيشن السكوير فيت بتاعه 990 سكوير فيت، اللي هي المساحه اليو فاليو بتاعته. نخش نجيبه من السيلينج بارتيشن 0.267، نفس القيمه بتاعه الفلور، مفيش مشاكل. بس نتذكر حاجه، هنا في غلطه كده بسيطه، قولنا البارتيشنز لما نيجي نعرفها هنا سيلينج بارتيشن ولا وليس روف، لان انا ما عنديش حمل روف. طيب السيلينج بارتيشن الميزه بتاعته ايه والكلام ده، ان الار فاليو بتاعت طبقه الهواء الملامسه للسقف من الجهه المجاوره للمكان غير مكيف بتكون مختلفة طبعا على البوينت 3.3، لأن البوينت 3.3 دي الأوتسايد اللي هي الأر فاليو الخاصة بقيمة الهواء، طبقة الهواء الملامسة للجدار من الجهة الخارجية للمبنى للأمبيانت طبعا وليس الإيه للتخريف. طبعا قيمة الأر فاليو هنا بتكون أكبر شوية، فهتكون ببوينت 5 زي ما قلنا قبل كده. نقول أوكي، نطلع القيمة ببوينت 255. نرجع تاني للسبيسز، ندخل القيم دي للفلور ويل للفلور وايه وللبارتيشن بتاع السيكل 255 برضو نفس الكلام. مع كونديشن سبيس اكبر درجة ليه 100 فهرنهايت، الامبيانت سبيس 105 وهكذا. طيب نخش بقى على الوول بارتيشن. في الوول بارتيشن الاريا بتاعتنا بكام؟ 770 و180 نجمعهم على بعض، اللي هي الدور والوول على بعض، 180 زائد كام؟ 770، تطلع ب950. طب اليو فاليو هنخليها للآخر، البارتيشن درجة الحرارة 100 وبعدين 105.9. نخش بقى على ايه، على تحديد قيمة اليو فاليو. اليو فاليو هنا هي قيمة وسطية ما بين الرقمين، هناخد كل يو فاليو للباب وللحيطة ونضرب كل يو فاليو في الاريا بتاعتها. طيب اليو فاليو فين؟ الوول البارتيشن اليو فاليو بتاعته بوينت 433. انا عايز اجيب قيمة وسطية ما بين الاتنين على حسب المساحة، اضربه في المساحه بتاعت الباب اللي هو 770 سكوير فيت، واجمع عليهم الايه الدور. الدور هنا ايه الانسايد، يبقى بوينت، يبقى اليو فاليو بتاعتنا 0.79 مضروبه في الاريا بتاعت الدور اللي هي كام؟ 180. تمام، هات لنا رقم، نقسم الرقم ده على المساحه الكليه 770. أنا آسف، في 770 نقسمه على مجموع المساحة بتاعت الدور والباب والوول، تطلع القيمة عندنا بتاعت اليو فاليو بوينت 5. نحط القيمة دي في السبيس بقى، دي هتكون آخر حاجة ندخلها في تعريف السبيس، ان اليو فاليو 0.5. نقول له اوكي، وبعدين نخش ان شاء الله على السيستمز بقى بعد كده عشان نحدد السيستم اللي احنا عايزين نشتغل بيه. طبعا ان شاء الله نكمل السيستمز في الفيديو الرابع ل السامبل بروجكت بتاع الاتش بي سي. معكم المهندس محمد نجم، شركة فيتشر واي وبروكلين أكاديمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.